في الفيديو ده هنكمل مع بعض الترمينولوجي بتاعة الأوتوكاد، اللي هي المستطرحات الأساسية اللي احنا عايزين نعرفها علشان خاطر نتابع الشرح بتاعنا ونبقى فاهمين كل حاجة احنا بنعملها إن شاء الله. أول حاجة بعد ما كنا وصلنا للجريبس هنبدأ في اللير. الفايل ده أو الرسمة دي هي غرفة بسيطة بس توضح لنا يعني ايه لير. اللير ده بيبقى هو عبارة عن شفافة بتحتوي نوع من العناصر، مثلا الحوائط مثلا كلها تبقى على شفافه، بحيث ان انا اتحكم في كل الخصائص بتاعه الحوائط. الشبابيك تبقى كلها على شفافه واحده، الابواب كلها على شفافه واحده، الابعاد كلها على شفافه واحده، ومن هنا كده بنعرف اللايرز اللي عندنا في المشروع. فمثلا دي كده بتاعه الابعاد، مثلا نطفيها ونفتحها او نتحكم في الخصائص بتاعتها. الابواب نشيل نقفل ونفتحه، الحوائط نظهرها ونخفيها، الشبابيك نفس النظام نتحكم فيها هي. وهنتعلم بعد كده ان شاء الله ازاي نتحكم في كل الخصائص بتاعة اللاير ونستخدم كل حاجة في اللاير. لكن اللي احنا عايزين نفهمه ان الشفافة، او لأول ما تيجي كلمة لاير نفهم ان هو يقصد شفافة معينة عليها مجموعة من العناصر كلها مرتبطة ببعضها، يعني كل الحوائط شفافة، مثلا الشبابيك يبقى كل الويندوز الموجودة، شفافة الأبواب يبقى كل الدورز على نفس الشفافة دي، بحيث ان انا لما اتحكم في الخصائص بتاعتها، النوع بتاع الخطوط بتاعتها، سمك الخطوط بتاعتها، لونها وخصائص تانية كتير، وجودها في الطباعة او عدم وجودها، فتبقى كلها مع بعضها على نفس الشفافة، كأن أنا بشيل شفافة من المشروع وبحط شفافة تانية وبحط الشفافة تانية. بعد كده ال layout tabs. ال layout tabs علشان نفهمها، فهي الجزء ده، دي tab بتاعت layout، دي tab بتاعت layout. أما الصفحة الفورمال اللي احنا فيها والأساسية دي بيسموها paper space. ده المكان اللي انا ممكن ارسم فيه كل حاجة، يعني ممكن ارسم دي كمان هنا مثلا، اخد منها نسخة هنا. لكن في اللي اوت ما بيظهرش الاتنين، ما بيظهرش الكل، يعني لو فتحنا اللي اوت زي كده مش هيظهر الكل، هيظهر واحدة، او انا لو عايز اظهر الاتنين عادي ما فيش مشكلة، ممكن اظهر الاتنين زي كده او اظهر واحدة بس. فدي اللي اوت تابس، هي دي. لأول ما نقول مثلا عايزين نروح اللي اوت، فانت تبقى فاهم ان انت هتتنقل من الـ paper space اللي هي الموديل دي للي اوت تاب واحد او تاب اتنين، او ممكن تزود اكتر من كده، وده هنعرفه برضو قدام. بعد كده الليميتس. الليميتس دي الحدود اللي احنا بنحطها لانفسنا علشان خاطر نشتغل عليها في الجريد. فمثلا لو عندي هنا مثلا ملف زي كده مثلا، وعايز اظبط الليميتس بتاعته اللي هي الحدود بتاعه الجريد، فاحنا لما بنزوم بيبقى في حدود معينه للوحه ما بتزيدش عنها، زوم ان وزوم اوت. فلو عايز اكبر الحدود دي مثلا بدخل على الليميتس واختصارها ال اي ام اي تي اس زي كده، يفتح لي مثلا. فهو بيقول لي هنا مثلا في الكوماند بار، زي ما اتفقنا ان الكوماند بار ده بيعلمني ويديني بيعرفني ايه المعلومة اللي الاوتوكاد عايزها مني علشان ادخلها. فهو مثلا بيقول لي الليفت كورنر انت عايزه يبقى انهي، نقطة. فمثلا هو حاططها يعني الديفولت بتاعها 0 0، فاحنا مثلا انا موافق ان دي تبقى الكورنر الاولى. طب والكورنر التانية هو عاملها انها تبقى 9 متر في 12 متر، فانا مثلا ممكن ازودها مثلا اخليها مثلا 50 متر في 50 متر بالواو، و50 متر دي الليمتس مثلا كده. فاللي هو لما ازوم زي كده تبدأ الشبكة تزيد عندي في اتجاه ال50 متر زي كده، وافضل ماشي بيها في اتجاه الشمال اليمين هنا. بعد كده اللاين تايب. اول ما يجي مصطلح اللاين تايب نفهم منه على طول ان هو يقصد اذا كان الخط ده عبارة عن خط سوليد ولا خط دوتت ولا خط داش ولا ايه نوع الخط ده بالظبط. وده من هنا اهو لاين تايب، من هنا كده اي لاين ممكن ارسمه زي كده. ده
اللاين تايب بتاعه ان هو باي لاير، ولكن هو كونتينيو كونتينوس مثلا، مثلا داش كده مثلا بالشكل ده. فده انا ممكن اتحكم في اللاين تايب، هو ده اول ما يقصد اللاين تايب يبقى افهم ان هو يقصد هل الخط ده داش ولا سنتر ولا سوليد ولا ايه نوع، ايه نوع الخط، بس مش اكتر من يعني كده. بعد كده الموديل سبيس ده جزء من الرسم اللي هو البيبر سبيس، اللي هو الجزء ده اللي هي التاب دي، دي اتفقنا انها اللي او التاب دي الموديل تاب سبيس، دي التاب بتاعت الموديل، وهو ده الجزء اللي احنا بنرسم فيه الموديل بتاعنا. فلما يقول الموديل الموديل تاب يبقى يقصد المساحة اللي انا شغال فيها اللي هي البيبر سبيس دي عموما. بعد كده موديفاي، الموديفاي في الاوتوكاد بيبقى مقصود بيها ان انا اعدل على عنصر موجود. فمثلا عنصر زي ده، دي حيطة، ده خط مثلا لاين، الموديفاي اللي هي المنطقة دي كده فيها الموف، فيها روتيت، فيها ترام، فيها ان انا امسح، اكسبلود، اوفست، اراي. فلما يقول موديفاي قائمة موديفاي يبقى هو يقصد الجزء ده، هو يقصد المنطقة دي. فلما اقول لك مثلا عايز اعمل موديفاي على العنصر، يبقى انا هعمل اي تعديل على العنصر عن طريق الاوامر اللي موجودة في القائمة دي. مثلا لو هعمل له روتيت مثلا، فهمسك العنصر زي كده واعمل له روتيت زي كده. فدي كده لما يقول قائمة موديفاي يبقى هو يقصد المنطقة دي من التعديلات، وهي دي المنطقة اللي احنا بنستخدمها في التعديل. بعد كده اوبجكت، اوبجكت معناها اي عنصر موجود عندك على الشاشة. فمثلا ده اوبجكت، ده اوبجكت، ده اوبجكت. فكل عنصر موجود على الشاشة له خصائص معينة هو عبارة عن اوبجكت. لا، فلما يقول مثلا اوبجكت داتابيس مثلا، هو عبارة عن كمية من المعلومات في خط واحد، يعني هو الخط ده كده هو ده اوبجكت، يعني لما يقول كلمة اوبجكت. بعد كده اوريجين، اللي هو لما يقول كلمة origin يبقى هو يقصد النقطة دي، وإحداثياتها صفر وصفر. فلو رسمنا line وقلت له عايز نقطة إحداثياتها صفر وصفر، دوست اوكي، هيروح على نقطة الأصل هنا، اهو النقطة دي. لو عايز أعرف إحداثياتها أدوس I دي انتر وأضغط هنا، هيقول لي إن إحداثيات النقطة دي عبارة عن صفر في الإكس وصفر في الواي وصفر في الزد. احنا طبعا نشتغل 2D فمش بنحتاج الزد. بعد كده الاورثو مود، الاورثو مود ده بنستخدمه علشان خاطر نرسم في اتجاهين اتنين بس، يا رأسي يا افقي. فهو الاورثو مود اهو باختصاره اف 8. فاللي هو احنا لو شغلناه زي كده وجيت مثلا ارسم لاين اهو خط وضغطت هنا، في ساعتها يا اما يمشي بيا حتى لو نزلت تحت كده، لا هو هيفضل ماشي ناحية اليمين، لا اما انزل تحت خالص زي كده ويجي لتحت، يعني ما بيرسمش بزوايا، لا هو مش هيرسم على زاوية 45 خالص، لا الا رأسي وافقي، هو ده الارسو. لو قفلناه زي كده وجينا نرسم، نرسم في كل الاتجاهات ما فيش اي مشكلة. فالارسو مود زي ما اتفقنا الاختصار بتاعه ايه، اف 8. بعد كده في اورثوجرافيك بروجيكشن، الرسمة دي يعني ايه الاورثوجرافيك بروجيكشن؟ لما نرسم رسم ايزومتريك فهو ممكن يحتاج، علشان نفهم الرسمة دي لو دي مش موجودة، لو الجزء ده مش موجود من الرسم، فعلشان افهمه انا محتاج يبقى مرسوم مثلا التوب فيو والفرونت فيو، ومش لازم مثلا الرايت فيو، انا خلاص فاهم الرايت فيو مثلا. ففي رسومات بتحتاج رسمتين اتنين، في رسومات بتحتاج 3 رسومات. اورثوجرافيك دي معناها ان انا ببص على الشكل الايزومتريك ده باسقاط او اسقاطات الشكل الايزومتريك. فمثلا الواجهة دي من هنا كده، لما ابص من الاتجاه ده كده كده، ده المنطقة دي كده، دي تبقى اورثوجرافيك، اللي هو هيكون هنا ده اللي هو الجزء ده. لان انا شفته اسقاط، فهو ده الاورثوجرافيك مود، اللي هو انا بدل ما انا برسم ايزومتريك وكده في الاتجاه ده من الاحداثيات، من الاحداثيات كده، وفي الاتجاه ده نفس النظام، وفي الاتجاه الزد كده، فاورثوجرافيك لا معناها اسقاطات، الاسقاطات بتاعت الرسومات دي.
بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هو الاسناب او الاوبجكت سناب. الاسناب او الاوبجكت سناب ده معناها ان انا وانا برسم الرسومات بتاعتي، هو هنا اختصارها والاختصار بتاعها اف 3. هنا مثلا الرسمة بتاعتي وانا عايز ارسم، فمثلا هرسم خط، فانا عايز الخط ده يجي من النقطة دي، فهو هيعمل عليها مربع. المربع اللي هو عمله ده معناها حتى لو ضغطت بعيد زي كده هيمسك من عندها. هو ده الاسناب، الاوبجكت سناب، ان انا كأنه مغناطيس هيمسك الحرف بتاع العنصر اللي انا ماسكه، او النص او الاخر زي كده، او النص زي كده. وده بقدر اتحكم فيه، وهنتعلم ازاي ان احنا نقدر نتحكم فيه. بس لما يقولك الاوبجكت سناب يبقى تفهم ان انا وانا برسم هيبقى فيه مغناطيس على مناطق معينة من اي عنصر موجود. فافهم ساعة ما اقول لك مثلا عن طريق الاسناب، فتبقى فاهم ان هو عن طريق الرسمة دي. فاحنا لو طفيناها وجينا نرسم مثلا لاين زي كده، وجينا مش هي مش مش كأن ما فيش مغناطيس ولا حاجة. فلو رسمنا حتى هنا كده فوقيها زي كده، وشدينا الخط زي كده وزومنا، هنلاقيه برضه مش على النقطة. حتى لو شدينا وحاولنا مثلا نحط زي كده وجينا نزوم اكتر، هنكتشف انه برضه مش دقيق. لكن عن طريق السناب لو جينا نرسم الخط ده هيمسك زي كده، مهما نزوم هو برضه على درجة من الدقة، خلاص هو في نهاية الخط. وده هنتعلمه برضو قدام وهنتكلم فيه باستفاضة. بس نفهم انه لما يتكلم عن الاسناب اللي هي اختصار اوبجكت سناب، يبقى فاهم هو بيتكلم عن ايه. بعد كده البان. البان ده عبارة عن ان انا اتحرك في الشاشة عن طريق ان انا اضغط على السكرول اللي في الماوس، اتحرك شمال ويمين في كل الاتجاهات اللي انا عايزها زي كده، وطول وافضل ضغط على طول. يعني لما اقول لك مثلا بان للرسمة التانية دي مثلا، فتبان تضغط على السكرول وتشد كده لغاية ما توصل لرسمة تانية، توصل لرسمة تانية. برضو ممكن عن طريق ان انا اضغط بي مسطرة، وبالكليك شمال بقى اقدر اتحكم وهيفضل زي ما هو، ما فيش اي مشكلة. بالكليك شمال او من هنا اهي بان، كليك شمال وابدأ اتحكم. بعد كده البانل. البانل احنا تقريبا شرحناها واحنا بنشرح السكرين بتاعت البرنامج، فمش محتاجين ان احنا نتكلم فيها تاني. هي عبارة عن شوية اوامر محطوطين في الريبون. بعد كده الباس. الاوتوكاد علشان خاطر يفهم رسمة ما، فهو محتاج ان انت تقوله على المسار بتاع الرسمة دي. فهو لو حفظ المسار وضغطنا هنا، فاوتوماتيك هو بقى بيبقى عارف مكان الرسمة ويذكر المسار. هنلاقيه كاتب المسار هنا، هو ده المسار بتاع الملف اللي احنا فاتحينه في ال courses and workshops. بعد كده ال AutoCAD course، بعد كده ال exercise file level 01 lesson 01 project 1 flow. الاسم الفايل اللي هو بداية من اللي هو ده اللي هو هيبقى عليه الخط، هو ده اسم الفايل يعني. بعد كده ده كده اللي هو الباس، اللي هو المكان اللي هو بيحفظ فيه الملفات بتاعته او بنفتح منه الملفات. بعد كده بيك. طبيعي جدا ان احنا نبقى عارفين لما نقول مثلا بيك على مثلا اللول ده، ان انت تضغط عليه كليك شمال بحيث ان انت تعمله سيلكت. لما اقول لك بيك فانت تبقى فاهم ان انا اضغط كليك شمال على العنصر المعين ده علشان خاطر اعمله سيلكت. بلوت. لما اقول لك مثلا احنا عايزين نعمل مثلا جهز رسمه علشان نعمل لها بلوت، فدي معناها ان احنا هنطبعها على ورقه، على ورقه بحيث انها تبقى هارد في الايد، مش سوفت على الكمبيوتر لا، بس ان احنا تبقى رسمه معانا مطبوعه ونعرف نسلمها للعميل او كده. ده لما نقول كلمه بلوت. لما نتكلم بقى في حاجه تانية اللي هي البولار كوردينيتس، اللي هي الاحداثيات القطبيه. ودي احداثيات بيعرفها البرنامج عن طريق زي ما اتفقنا قبل كده وشرحناها، دايمنشن وانجل. الدايمنشن شيفت ات، اكتب الدايمنشن بتاعه مثلا 10 متر، اعمل تاب ادخل على الزاوية واكتب مثلا بزاوية 45 انتر. فده كده دي كده احداثيات اللي هي البولر كوردينيتس، ان انا ادخل نقط عن طريق المسافة والزاوية distance and angle. بعد كده البروبرتي.
كل عنصر موجود في الرسمة له مجموعة من الخصائص، علشان اعرفها ان انا اضغط عليه زي كده كليك يمين properties. هنا كده اهي، دايما بنفضل ان احنا نشدها هنا كده على جنب علشان بنستخدمها، ونصغر حجمها شوية زي كده. البروبرتيز دي فيها اللون بتاع الخط، فيها اللير اللي هو عليها، فيها اللاين تايب اذا كان هو التايب بتاعه نوعه ايه، فيها سكيل بتاع اللاين تايب، فيها اللي هو البلوت ستايل لما نيجي نطبعه هيطبع ازاي، فهيطبع باللون بتاعه، فيها لاين ويت السمك بتاع الخط ده قد ايه، فمثلا هو 35، لو انا عايز اغيره مثلا اخليه 70، اكبره شويه زي كده. فيها الخصائص المتعلقه باللاير في بالعنصر اللي انا مثلا ده شباك مثلا، فهنا كده مثلا الخصائص المتعلقه بيه. فلما اقول بروبرتي افهم على طول انها الخصائص المتعلقه باي عنصر موجود في الرسمه. ده دايمنشن هنا الخصائص المتعلقه بيه، لو ماسك اكتر من عنصر في البروبرتي هيقول لي ان انا ماسك كذا عنصر، يعني هنا ماسك 2، لو عملت كده مثلا 2 ودي كمان 2 فهو هيمسك، يبقى يقول لي 4. لو عملت كده هيقول لي انا ماسك كام عنصر، ماسك 6 عناصر. الكل 6 4 خطوط، 2 دايمنشنز. فمثلا انا كده هتحكم في الدايمنشنز، لا عايز ارجع مثلا اتحكم في اللاينز كده. ف دي اللي هي البروبرتي. اول ما يقول البروبرتي ابقى فاهم ان هو بيتكلم على خصائص بتاعه عنصر واحد. الريبون اتكلمنا عنها قبل كده، بس نبقى فاهمينها ان هي الجزء ده من البرنامج، الجزء اللي هو اللي فوق ده اللي جواه التابس، وكل تاب جواها بانل فيها مجموعة من الأوامر. بعد كده ال relative coordinates اللي هي الإحداثيات النسبية، إن أنا أدخل إحداثيات للبرنامج عن طريق نقطة تانية، ودي برضو شرحناها في درس موجود وأنا بتكلم عن ال basics اللي البرنامج بيتكلم عنها، كنا شرحنا الجزء ده. بعد كده section view، وده علشان أفهمه أنا علشان خاطر أعمل سيكشن فيو اللي هو ارسم رسمه ثلاثيه الابعاد او ثنائيه الابعاد، باخد فيها قطاع، فيظهر القطاع مثلا AA يظهر هنا بالشكل ده، مثلا القطاع PB يظهر هنا بالشكل ده. فاللي هو القطاع بالنسبه لنا احنا كعماره كمهندسين معماريين او اي حد بيستخدم في من الهندسه، بيبقى القطاعات حاجات زي كده، مثلا دي مثلا القاعده والارض. بعد كده سيلكشن سيت، لما اقول لك سيلكشن ست يعني معناها ان انا ماسك مجموعه من العناصر علشان خاطر اعدل في الخصائص بتاعتها. فمثلا هقول لك مثلا ان احنا نعمل سيلكشن ست للحوائط مثلا، فهاجي مثلا امسك كل الحوائط مثلا، فزي كده كل الحوائط مثلا، امسك كل الحوائط زي كده، انا كده ماسك كل الحوائط انا كده. فاقول لك مثلا نعمل سيلكشن ست للحوائط، فكده انا ماسك كل الحوائط. ابدا بقى اعدل في الخصائص بتاعتها من هنا، في المود، في الشكل، في اللون، مثلا اخلي اللون بتاعها مثلا احمر، فدي كده اللي هو احنا بنعمل سيلكشن ست، ان احنا نمسك جروب من العناصر ونعمل له موديفاي، او علشان نعمل له. بعد كده السناب، السناب ده نظام في الرسم ان انا اتعامل مع الرسم عن طريق الجريد اللي موجودة، مش عن طريق مطلق ان انا بشغل كده شغل مطلق، يعني لا مش كده خالص. لا، ان انا مثلا لو شغلت السناب من هنا اختصار في 9 زي ما هو مكتوب، ومثلا جيت ارسم لاين، فهتلاقيه اوتوماتيك الماوس ما بروحش غير اللي على النقط بتاعت الجريد. فمثلا لو ضغطت هنا ومشيت ما يمشيش الا على نقط الجريد، ده معناها السناب. ده سناب، وفي فرق بين او سناب وسناب. او سناب دي اختصار اوبجكت سناب، وقلنا انها بتروح زي المغناطيس كده برضو بس على العناصر، انما السناب بتروح مغناطيس ولكن على جريد او ممكن العناصر. يعني السناب لو عملنا لاين زي كده ومشينا هنا كده هيروح على العناصر برضه، فهيمسك العنصر من النص، مفيش مشكلة يعني، هيروح برضه على ويروح على العنصر في الآخر. لكن السناب معروف ان هو حاجة عامة، مغناطيس عام كده يروح يمسك من الجريد والحاجات دي. بعد كده الستايلز دي عبارة عن الأشكال بتاعة التكست والدايمنشن والحاجات زي كده، وهنتعرف عليها واحدة واحدة. اليونتس
دي طبعا الحاجة يعني اليونتس اللي هي الوحدات اللي انا بشتغل فيها على البرنامج، وعلشان نوصل لها بندخل على بكتب الاختصار بتاعها يو ان واضغط مسطرة فيفتح لي اليونتس اللي احنا شغالين بيها هنا متر مش انا اتنين، فاللي احنا شغالين بيها هنا متر، فدي دي اليونتس بتاعت الملف اللي انا شغال. فاول ما اقول لك اليونتس تبقى فاهم انت شغال ايه. احنا ممكن تشتغل على ملف بالمناسبة يونتلس، يعني ما بدون اي بدون ما يبقى له ابعاد يونتلس، فاي واحدة انت هتدخلها طبعا كنسل علشان احنا شغالين باليونت ما بوظش رسمة، فاي يونت انت مدخلها هتبقى هي وحدة من اللي انت عايزه. يعني لو عايز تتكلم عنها بالانش فهي انش، عايز تتكلم عنها بالميتر هي ميتر، عايز تتكلم عنها بالسنتيمتر هي سنتيمتر، بالمليمتر هي سنتيمتر، بالميل هي بالميلز. بس لما تيجي كلمة يونتس تبقى فاهم انها الوحدات اللي احنا شغالين بيها. في حاجة اسمها يوزر كوردينيت سيستم يو سي اس. البرنامج عموما بيبقى شغال على World Coordinate System، إحداثيات العامة. ال User ال World Coordinate System دي اللي هي دي، طول ما هي زي ما هي ثابتة فهي World، هي ثابتة زي ما هي. لو دوسنا World هتلاقيها في مكانها عادي جدا، هي نقطة صفر صفر. إمتى تتحول ل UCS؟ لما أكون أنا كمستخدم اللي أغير المكان بتاعها أو أغير إحداثاتها. فمثلا لو دخلنا على الاختصار بتاعها User Coordinate System UCS، اضغط انتر هتلاقيه بيديني ال دي في السناب اهو. ممكن احط دي في اي مكان، هلاقيه هو بيقول لي ان انا احدد انا كمستخدم الاحداثيات اللي انا عايز استخدمها. ممكن تبقى على مستويات 3D، ودي هنستخدمها في ال 3D مثلا كده. نشغل هنا البولر والواي وخلاص. طب انا عايز ارجع تاني للworld coordinate system، امسك ال x وال y واقف عليها زي كده والاقي هنا الworld، هرجع تاني للworld coordinate system. ودي هنستخدمها لو لما نشرح لل 3D ان شاء الله في ليفل 4 ان شاء الله باذن الله، بس في وقت تاني. بعد كده الفيو. الفيو هي المساحة دي من الشغل، هي مثلا دي التوب فيو. لو ضغطنا هنا هيقول لي مثلا بوتن ليفت، ده وده هنستخدمه في ال 3D. لو ما نيجي نشرح ال 3D هيبقى هو ده الاستخدام بتاع ال 3D. توب فيوز انا ممكن نغير ما بين الفيوز، نعمل اكتر من فيو عن طريق الخاصية النقطة اللي هنشرحها بعد كده اللي هي الفيو بورد. ان انا ممكن اشتغل على الرسومات في اكتر من فيو بورد، في اكتر من مكان. فمثلا نقفل دي وممكن اعمل كده، ومثلا اشتغل على اتنين فيو بورد. فمثلا انا ازوم مثلا على الرسمة دي، مثلا اشغل فيها الجريد، ازوم على الرسمة دي مثلا. فانا عايز مثلا اشتغل برضو على الرسمة دي بحاجات شبه الرسمة دي، مثلا الرسمة دي فيها حاجات معينة وانا عايز اشتغلها هنا، وفي نفس الوقت الاتنين ظاهرين قدامي، فما فيش مشكلة ان انا اشتغل كده. ممكن بأي شكل، او ممكن اشتغل بالشكل ده، ممكن كده اكتر من. طبعا في ال 3D هنضغط هنا مثلا ونخليها ما اعرفش بوتوم، نضغط هنا وما اعرفش ونخليها، ونضغط هنا مثلا ونخليها هنا ونخليها مثلا رايت كده، ونبدأ نرسم الرسومات بتاعتنا. لكن ده احنا بيكفينا سنجل دي، نضغط هنا كده نرجعها توب تاني. ده كده بالنسبة للفيو بارز من هنا، وببدأ اتحكم فيها واتحكم في الخصائص بتاعتها، مفيش اي مشكلة. الفيو بورد. بعد كده الويزارد. لما حد يقول لك ويزارد يبقى انت تبقى فاهم ان دي النظام اللي انت شغال عليه في المشروع بتاعك او في الرسومات اللي انت شغال بيها. ودي تقريبا هنحتاجها برضه في ال 3D، ولما يجي وقتها في ال 3D هنتكلم فيها باستفاضة، مش هنحتاجها دلوقتي خالص. الزوم. الزوم ده بيحصل عن طريق السكرول. فلما اقول لك مثلا زوم ان، فتمشي السكرول بتاعه الماوس لقدام، زوم اوت لورا، هي دي السكرول. او عن طريق حرف الزي زد. لو ضغطنا كده زد انت هلاقيه تحت بيوجهني انت عايز تعمل زوم على الاول، ولا زوم في السنتر، ولا زوم دايناميك،
ولا زوم اكستند ولا زوم بريفيوس يعني من النوع اللي انت عملته قبل كده، ولا السكيل ولا باي سكيل ولا ويندوز. يعني ويندوز دي طبعا من اكتر الحاجات اللي شائعة اللي بنستخدمها هي والاي والاي. فلو قلنا اي هيزوم كده اكستنس. لو مثلا عايز ازوم على جزء معين اللي هو الشباك ده، فممكن اقول له زوم انتر دبليو انتر واعمل كده يزوم لي على المكان ده بس. وده برضه هنتكلم فيه باستفاضة ولكن في وقت تاني. ونكون كده احنا خلصنا للترمينولوجي بتاعت الاوتوكاد.